واحنا كنا بنتكلم عن قطاع غزة والأمن القومي العربي والملفات المطروحة على القمة العربية بخصوص قطاع غزة. خلينا نروح لملف المساعدات المقدمة إلى القطاع المحاصر، وبالتأكيد العريش المحطة الأبرز والأهم في هذا الأمر. خلينا نروح سريعا لزميلنا كريم بيبرس الموجود دلوقتي في العريش ونعرف منه آخر الأخبار الموجودة في هذه المدينة. صباح الخير عليك كريم. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا منى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا مصطفى زي ما كنت بتقول، هو فعلا يمكن منطقة العريش ورفح هي من أهم المناطق، يمكن الأبرز والأهم بتصريحات من جميع الدول في العالم، إنه هي الباب الأساسي والأول لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. ولكن للأسف الشديد منذ أن قامت يعني قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني وهي بتمنع دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة، سواء من معبر رفح الفلسطيني او حتى من معبر كرب ابو سالم. لكن ده ما الحقيقه ما منعش معبر رفح المصري او العاملين في معبر رفح المصري او المجهودات المصريه المختلفه عن استمرار استقبال المساعدات وتحريك المساعدات في الشاحنات المختلفه، سواء كانت في العريش زي ما كنت بتقول في الاماكن اللوجستيه او حتى في رفح واللي بيصف فيها عدد كبير جدا من الشاحنات في خطه 2000 شاحنه. دي احنا بنتكلم على اللي قدام بس المنطقه الخاصه بمعبر رفح او الطريق اللي قدام معبر رفح، لكن كمان بيستمر على اكثر تقريبا من 40 كيلو على مسافة الطريق. هتلاقي شاحنات على اليمين وعلى الشمال مصطفى في انتظار دورها لدخول للأشقاء في قطاع غزة. معبر رفح فاتح يومه منذ اليوم، فاتح بابه منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة من 7 أكتوبر الحقيقة، وكل الشاحنات دي بتخش عبر بوابة معبر رفح المصرية، ما أغلقش أبوابه على الإطلاق الحقيقة. حتى في الأجازات الرسمية كان شغال طول الوقت 24 ساعة، استقبال المصابين طول الوقت موجود. حتى في اللحظة اللي أنا بتكلم معاكم فيها دلوقتي، عربيات الإسعاف لسه متوقفة في المنطقة الفاصلة بين معبر رفح المصري والفلسطيني أو قدام معبر رفح المصري عشان إجلاء المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج هنا. لكن كالعادة قوات الاحتلال قبل كده كانت بتعرقل خروج المصابين أو بتعرقل دخول المساعدات، دلوقتي بتمنع تماما. لكن من الناحية المصرية الشاحنات كانت بتخش ويتم منعها تخرج من الناحية التانية. دي نقطة. النقطة التانية الحقيقة إنه مطار العريش الدولي لسه بيستقبل بعض المساعدات، ولكن من اهمها الحقيقه اللي هي الخاصه باللجنه العليا للمساعدات الاجنبيه اللي يعني انشاها او وجه بانشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبلت خلال الايام اللي فاتت بضع طائرات فيها محمله باطنان من الخيام، الحقيقه اكثر من 600 طن تقريبا وصلوا، منها 5000 خيمه، يعني ممكن ان هي تحتوي على 80,000 شخص. الحقيقه الخيام دي برضو موجوده في الشاحنات، ولكن قوات الاحتلال منعت دخول هذه المساعدات. في نفس الوقت الحقيقه من امام بوابه معبر رفح المصري بنقدر نبقى شايفين بعينينا الحقيقه استمرار القصف العنيف والمستمر من جنب قوات الاحتلال على شرق قطاع غزه وتحديدا شرق مدينه رفح، وتوسيع للعمليه البريه الحقيقه. والاونروا كانت بتتكلم الحقيقه امبارح عن نزوح ما يقرب من 450,000 مواطن فلسطيني نزحوا بالفعل من رفح خلال الايام اللي فاتت، يعني تقريبا من 6 مايو لحد النهارده، يعني تقريبا في خلال اقل من اسبوع تقريبا عفوا، يعني بنتكلم على 450,000 مواطن اتحركوا من بيوتهم، اتحركوا لاماكن اطلق عليها الاحتلال وقال عليها ان هي اماكن امنه، لكن للاسف بيتم قصف هذه الاماكن وبيتم اجتياح هذه الاماكن. وكان في حصار لمدرسه ايواء خاصه بالاونروا وتم قصفها الحقيقه امبارح. ده بجانب طبعا الاشتباكات المستمره طول الوقت ما بين فصائل المقاومه الفلسطينيه مع قوات الاحتلال، مسموعه طول الوقت 24 ساعه، وتحديدا في مدينه رفح تقدر تسمع صوت القصف المدفعي، تقدر تسمع صوت قصف الطيران، تقدر تسمع صوت الاشتباكات بين يعني الفصائل المقاومه الفلسطينيه والحقيقه قوات الاحتلال. لكن كمان المفاوضات المصريه ما انتهتش، ابتدت مصر ان هي تصعد وتضغط اكتر على جانب قوات الاحتلال وحملتها المسؤوليه الكامله عن الكارثه الانسانيه اللي بتحصل منذ اغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتحديدا منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني. كمان الحقيقه مصر صعدت وقالت ان هي يعني قررت الحقيقه عزمت ان هي تشارك جنوب افريقيا في المحكمه الجنائيه الدوليه في دعواها ضد اسرائيل بارتكاب الاباده الجماعيه. كمان الحقيقه الاشادات دي يعني كان في الحقيقه زيارات لمعبر رفح، منها وزير الخارجيه سلوفينيا على سبيل المثال من كام يوم، وشهدت بنفسها يعني ان بوابه معبر رفح مفتوحه وجاهزه لعبور المساعدات، وشهدت اكثر من 2000 شاحنه الحقيقه، واشادت بالدور المصري وقالت زي ما كانت قبل كده الامم المتحده قالت انه معبر رفح المصري هو المعبر الاهم
بالنسبة لقطاع غزة وللتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. يمكن الصورة دايما بتتكلم أكتر عن نفسها، رصدنا خلال كمان الأيام اللي فاتت مش بس اصطفاف الشاحنات، لكن الحقيقة أنه يعني توافق شعبي كبير من هنا من المواطنين سواء في شمال سيناء أو غيرها من الشعب المصري، الحقيقة توافق في الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم الموافقة على تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، وده جزء من توجهات الدولة المصرية طول عمرها الحقيقة مش بس اليومين دول. الآن برجع لكم مرة ثانية. شكرا لك يا كريم، وبالتأكيد يمكن وضحت لنا بالتفصيل ما يحدث في العريش من الملف المساعدات، يمكن مش هقول المصرية بس هقول العربية والعالمية، المقدمة للشعب الفلسطيني والمتوقفة بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني. شكرا لك مرة ثانية الكريم.